تواصل القافلة الطبية بقرية بني حسين بمحافظة أسيوط أعمالها لليوم الثاني لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجا وتقديم العلاج بالمجان. يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقد ضمت القافلة جميع التخصصات ومعامل الأشعة وتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب. بنكشف على جميع الأطفال، والطفل اللي محتاج تحاليل بنحوله لمعمل التحاليل وبيرجع تاني. اما ان احنا ليه برضه ثقافة صحية بتاعنا، ان معظم الريف المصري مشكلته في النظافة وامراض الديدان، فاحنا بنعمله تثقيف صحي قبل ما يمشي. نمرة 2، بنخلي الام تعرف تدي طريقة العلاج ازاي بالنسبة لنا، وبنعمل نوع من التوعية للأسرة المصرية بالكامل. في بعد كده اشعاعات بالنسبة لكل الأمور بالنسبة لنا، في ندوات خارجية بتتعامل عن طريق التثقيف الصحي، وفي فحوصات كاملة عن طريق الفريق الطبي بتاعنا. طبعا احنا عندنا القافلة بتقام فعالياتها على يومين، بيبقى معانا فريق طبي متميز بمختلف التخصصات زي الباطنة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة وجلدية، جراحة، عظام، أسنان، أنف وأذن، رمد. معانا فريق متكامل طبي، وبيبقى معانا كمان فريق من التمريض لضمان حصول المواطنين على خدمة طبية متكاملة.